أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أزوجك ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. Saudara para wali kita, saya nikahkan Husi binti Suherdi, adik kandung saya, kepada engkau dengan mas kawin sebentuk cincin emas. Saya terima nikahnya Husi binti Suherdi, adik kandung saudara, dengan mas kawin sebentuk cincin emas tunai. Alhamdulillah. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du, fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harama sifah wa wa'ada alayhi. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا النكاح سنتي فمن غضب عن سنتي فليس مني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.